السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا المحاضرة اللي ضمن الهيك ريزرفوار سيميليشن، راح نتناول بيها تعديل الخصائص الخاصة بالريزرفوار ضمن المودلينج اللي هو الريزرفوار نتورك. بعد ما أكملنا الستيب فيرست ستيب اللي هي خاصة بالووتر شيد سيت اب، هنا ايش جاي يطلب من عندك انت بعد ما تحدد؟ تناولناه بالمحاضرة السابقة تناولنا انه نضغط اما الخيار الخاص بالريزرفوار تول او البوينتر أزي ولايك، وتروح تأشر على الخزان اللي انت انشأته بالخطوة السابقة اللي هي ضمن الووتر شيد سيت اب، تضغط عليه تقول له edit reservoir properties change no. اوكي راح يفتح لك ياهن هذا بهذا الشكل. اسم الخزان هذا شنو اسمه؟ حديثة ريزرفوار. تدخل على الليفل بول الخاص بي، يطلب من عندك اما تشتغل بي لينير انتربوليشن او كونيك انتربوليشن. اذا لينير يطلب من عندك الاليفيشن والستوريج، انتبه الاليفيشن بالمتر، الستوريج بالمتر مكعب، والاريا بالهكتار. هنا أنا ما يطلب العلاقه مع الزمن، هي عباره عن علاقه، كلنا احنا نعرف طريقه ليفل بول اللي على اساسها نقدر نعمل استتباع للخزانات. فهنا تروح تجيب، انا هسه بالنسبه لي حضرتهن بملف اكسل حتى تكون واضحه للباحثين ان شلون هاي البيانات تتحضر. ملف اكسل يتضمن الاليفيشن، الستوريج هذا من طبعا هاي المعلومات اذا كانت كرنت حاليه او هيستوريكال تحصلها من بيانات وزاره الموارد المائيه وحسب البلد اللي انت منتمي اليه او من مؤسسه معينه حسب انت من تشاهد الفيديو تحصل هذه البيانات، هي مسجله عندهم متوفره للخزان اللي انت تجرى عليه دراسه حتى تشتغل عليه اوبتمايزيشن اوبريشن هايدرو باور جنريشن انثينج. فتحتاج الاليفيشن اللي هو منسوب الخزان، بالاضافه هسه انا هاي هي وداوت تايم، لكن انا بالنسبه لي سويت من 1985 الى 2020. فهاي الستوريج في 10 اس 9 بعدين حولته الى المتر مكعب لانه هو يحتاجه بالمتر مكعب، وكذلك الاريا بالمتر تربيع طلعتها قسمت الستوريج على الاليفيشن او بعدين تقسمها على 10000 تحصل الاريا بالهكتار، لان متطلبات البرنامج يريد الاريا بالهكتار، يريد الستوريج بالمتر مكعب، يريد الاليفيشن. لكن انتبهوا ان القيم اللي يريدن هنا مرتبه ترتيبا تصاعديا، يعني منين تبدا؟ من الاقل، يعني يقول لك لازم انكريز يعني باستمرار كونتينوسلي. فهسه شنو نسوي؟ ما ندخل هنا ندخل قيمه قيمه، وانما نروح على ملف الاكسل اللي حضرناه. هسه هاي البيانات مرتبه، يعني حضرتهن لكنها مرتبة ترتيبا شنو؟ تصاعديا، يعني من الأقل إلى الأعلى. ناخذ هذه القيم نقولها كوبي، نروح على فولدر البرنامج الأصلي مثل ما تلاحظ هنا، مجرد ضغطة واحدة أقول له بيست. هذه الطريقة جدا أسهل وهواي. نجي على الخطوة الثانية اللي هي خاصة بالستورج، مو تاخذ اللي في 10 أس 9 اللي هو اكيد الحجم الخزان يتزود في كذا، احنا تحوله لازم الى متر مكعب كقيمه. كوبي هنا هاي كقيمه في 10 اس 9 هاي كمتر مكعب، الاريا بالهكتار هاي قيمه الاريا. تقدر تقلل الدزمو دجري اللي خاص ما بعد الفارزه اصلا لايك ما راح ياثر عليك. هنا هسه انا عندي كم قيمه دخلت بيست، لاحظ هسه هاي كملت القيم، راح ينطيك رسمين، الرسم الاول بين الاليفيشن المنسوب وقيمه الستوريج، والرسم الثاني بين الاليفيشن والاريا بالهكتار. تقول له ابلاي، لاحظ رسم لك ياهن مثل ما هذا تشوف هنا سوى لك الرسومات. لازم تنطي القيم تصاعديا او تنازليا، بس هو يريدها تصاعديا لان يقول لك شلون كان يرسم لك راتن كيرف، فتبلش القيم من الاقل الى الاعلى الى ان يوصل الخط الراتن كيرف يكون بشكل يعني خط مستقيم، يعني نقدر نقول هنا يتوقف، يعني يبدي بالصعود تصاعديا الى ان يتوقف تقريبا، تكون القيم مالته متماثله من الاعلى. فعلى هذا الاساس راح يستنتج للسنوات الجديده. فبهذا الاساس تقدر كملنا اول خطوه اللي هي خاصه بمن؟ خاصه بالبول، طريقه ليفل بول ميثود اللي هي استتباع الخزانات. لهنا تقدر انه تقول له اوكي، كملت هاي اول طريقه اللي هي خاصه بهذا الخزان تلقائيا. هسه لو اقول الان اديت فموجود، لاحظ هاي القيم. انتقل على الدام، الدام يا اللي موجود هنا انطيني الخواص مالته.
يريد من عندك الاليفيشن توب، يعني يقول لك اعلى حمل تصميم، يعني اعلى الفلاد مالته شقد، والليث اوف توب دام. هاي المعلومات تحصلها منين؟ ايضا من يعني هو من مركز الموارد المائيه اللي تابع لبلدك اللي انت راح تدرس على هاي المنطقه، تاخذ اللي يسموها الخواص الانشائيه الخاصه بالسد، وكذلك يطلبون عندك الاليفيشن الكنترول والان كنترول والتوتال اللي هذا بالكيومك. فهذه القيم ايضا ان شاء الله راح اسويها فيديو واحده، وايضا انزل لكم اياها. بعدها ننتقل للاوبريشن، وبعد الاوبريشن اوبزرفيت داتا. من تكمل هاي الثلاثه كل البيانات راح تكمل هنا، بعدين حتى نسوي سيموليشن. فهسه اول طريقه اللي هي خاصه بالبول لاحظ تختار هاي. اذا اختاريت الكوينك انتربوليشن يتطلب من عندك فقط الاليفيشن مع الاريا، لكن اذا لينير انتربوليشن لا، يطلب الاليفيشن مع الستوريج مع الاريا. وانتبه للوحدات، الاريا هكتار لازم تدخل لها، والستوريج متر مكعب، يعني مو مثلا عندك قيم الستوريج مضروبه في 10 اس 6، لا، هنا الجدول ما يفهم هالشكل، تحول 10 اس 6 الى ارقام، يعني مثل ما نقول صفارة ما بعد الرقم، يعني ياخذها بهذا الشكل. وكذلك الاليفيشن بالمتر، ليش هسه طلع لنا متر متر مكعب هكتار؟ لان احنا من البدايه اختارينا النظام المتري، واذا كانت المعلومات المتوفره عندك فوت انش فتختار من البدايه الانجليش يونت. اتمنى تكون محاضره هذا اليوم الخاصه بالريزرفوار اديتر الادنج البروبرتيز او اديت البروبرتيز اوف ريزرفوار، اللي اول خطوه تتضمن ضمن الفيزيكال بروبرتيز هي البول، طريقه بول اللي هي خاصه باستتباع الخزانات. اذا عندكم اي سؤال او استفسار ضمن هذه الحلقه تقدرون تراسلونا على القناه وتتركون لنا كومنت، وان شاء الله نجاوبكم. نلتقي بكم على المحاضرات القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.